في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. حلق الذكر هذه حلقة وجلسة مباركة خصوصا إذا كان نجمها وضيفها فضيلة الدكتور صلاح الصاوي. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه وأن يعلمنا وإياكم يا أمين يا رب العالمين. فضيلة الدكتور صلاح الصاوي. Translation will be at the back, inshallah. If you are not Arab speaker, come to the corner, please. I will be back, inshallah. Zakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد أحبتي في الله، فإن هذه المحاضرة امتداد للمحاضرة السابقة حول حقوق الأطفال في الشريعة، وكنا قد بدأنا هذه المحاضرة في الأسبوع الماضي، وقد يسر الله جل وعلا في السعي لاستكمالها، أرجو أن نتمكن من استكمالها في هذا اللقاء إن شاء الله، وإن بقيت فيها بقية فأرجو أن يوفقنا الله لاستكمالها في أسبوع القادم بإذن الله. ومن رحمة الله جل وعلا ومن توفيقه أن يكون لقاؤنا هذا في يوم الجمعة، ويوم الجمعة له منزلة خاصة بين الأيام. إن يوم الجمعة في الأسبوع كشهر رمضان على مستوى العام، وأنا أرجو أن تعقل مقارنة ما بين يوم الجمعة في الأسبوع وما بين شهر رمضان في العام. لقد جعل الله تعالى لكل أمة من الأمم يوما تتفرغ فيه للعبادة. يوم الجمعة استحب فيه الاغتسال المبكر، ثم التطيب، ثم التبكير إلى الخروج إلى الجمعة، ومن راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدله جمل، ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، الساعة الثانية قرب كبشا، وتظل يعني مراتب الفضل في التبكير إلى الجمعة على هذا النحو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. والملائكة على أفواه السكر تكتب الوافدين إلى ربهم في هذا اليوم المبارك الأول فالأول، ويكون الناس في ذلك اليوم على منازله. فإذا صعد الإمام المنبر وبدأ الذكر فإن الملائكة تطوي الصحائف وتجلس تستمع الذكر. وكما أن في رمضان ليلة القدر، ففي يوم الجمعة في ساعة إجابة. ساعة الإجابة يوم الجمعة من العصر إلى المغرب، آخر ساعة بعد عصر يوم الجمعة إلى المغرب
هذه ساعة إجابة. والموفق من يستثمر هذه الساعة في عمل صالح يرجو به لقاء ربه، ومن يستثمرها في رفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا بطلب ما يرجوه من الخير ودفع ما يحذره من الشر. يوم الجمعة أحبتي في الله وفي ليلته كذلك يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا وسلامنا عليه في هذا اليوم تبلغه وهي معروضة عليه من أبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. في يوم الجمعة وفي ليلتها يستحب قراءة سورة الكهف، ومن قرأها فإن الله يضيء له ما بين الجمعتين. يوم الجمعة يوم حصاد أسبوعي، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن نجد لبكي الكبائر. فمن رحمة الله عز وجل أن يجعل الجمعة إلى الجمعة، صلاة الجمعة إذا أحسنت أداء هذه الشعيرة تهيأت لها وبكرت لها ولم تتخطى أعناق المصلين ولم تلغ يوم الجمعة ولم تكلم أخاك، بل جلست تنصت وتستمع للذكر بقلب حاضر ونفس خاشعة، وأديت الصلاة في خشوع وسكون، ثم أديت السنة البعدية 4 ركعات إن كان في المسجد أو 2 ركعات إن كان في البيت، أمر ميسور ومقدور. ويوم فاصل الإنسان في حاجة في تجير الحياة، في صخبها، في لأوائها، في حاجة إلى بريك، استراحة، واحة يعبد فيها الله عز وجل بعيدا عن صخب الدنيا والدنيا. إذا أحسنت أداء الشعائر في هذا اليوم كفارة لما كان من هذا اليوم إلى الجمعة الماضية، إلى مثله من الجمعة الماضية. الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن مجد لبث الكفر. وهذا فيض عطاء من الله عز وجل، وما أكثر فيوضات العطاء الربانية وما أرحبها وما أوسعها. تعرف أيها الموفق، إذا وقفت تتوضأ، إذا غسلت يديك، فإن الذنوب التي اقترفتها بيديك تتساقط مع قدراتها. إذا غسلت وجهك فإن الذنوب التي أصبتها بوجهك، صبتها بعينيك، صبتها بلسانك، فإنها تتساقط مع قطرات الماء. المضمضة هذه، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائم. أنا أرجو أن تتذكر هذا المعنى، لأن كل جراحات الإنسان المعنوية وكل عذاباته أو جل عذاباته يوم القيامة إنما تأتي من وراء هذا العب، اللسان. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. نعم، يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت الفتى من عثرة الرجل. عندما تتمضمض استشعر هذا المعنى، والله عندما تستشعره سوف تستمتع بالوضوء. تحس الوضوء عملية تطهيرية شاملة، تغسل يديك فتتساقط الذنوب التي اكتسبتها بيديك، تتمضمض تستنشق تتساقط الذنوب التي أصبتها بلسانك،
أو شممتها بأنفك. إن شم طيب النساء تعمد هذا باب من أبواب الإثم. يعرفون طبعا إن أي امرأة تطيبت استعطرت وخرجت ليجد الناس ريحها فإنها زانية حتى ترجع. ومن يتكلف ويتعمد ويستمتع بشم هذا الريح مشارك في هذه الجريمة. فسمة جرائم وخطيئات يرتكبها الإنسان بلسانه، يرتكبها بأنفه، يرتكبها بعينيه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وبعدين الشاعر يقول: وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناصب. نعم، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صادر. كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم المال من مستصغر الشر. فما تكسبه من ذنوب وخطيئات بلسانك بأنفك بعينيك يتساقط ويتناثر مع تناثر قطرات النار. فأي فيوضات تشبه هذه الفيوضات، وأي عطاءات وأي كرم يشبه هذه العطايا ويشبه ذلك الكرم. تغسل يديك، تمسح على رأسك، وبعد هذا تمسح على أذنيك، وأذنك قد تسمع موسيقى وقد تسمع أغاني. نحن بنفرق بين السماع والاستماع. السماع هذا الواحد سمع غصب عنه ماشي الدنيا مليانة مشاكل، الله جل وعلا لا يحاسبه على ذلك. لكن الاستماع، ايه الفرق بين السماع والاستماع؟ السين والتاء للطلب. استماع ان تصيخ بسمعك، ان تتكلف السماع. يعني أنت تسعى إلى السماع، تطلبه، تستمتع به. وإلا نحن نسمع مشهد أخبار فيها فواصل موسيقية ولا نلقي لها بالا ولا نستمتع بها ولا نستمع إليها. يعني قد نسمعها لكن لا نستمع إليها. مش مقصود، أنا مقصود نشر الأخبار أو البرنامج أو كذا. فالحمد لله ما كان من جنس السماع الأمر فيه أوسع، لكن ما كان من جنس الاستماع فهذا الذي نحرص على تلاشيه. عندما تغسل قدميك فإن الله جل وعلا يذهب عنك الخطيئات التي ارتكبتها بقدميك، سعيت بها بقدميك، فتخرج من وضوئك وقد تنثرت ذنوبك وتنثرت خطيئاتك. فإن ركعت لله ركعتين كانت الركعتين فضلا، كانت زيادة فوق، يعني فوق ذلك، لأنك تخلصت من خطيئاتك من خلال الوضوء السابق، إسباغ الوضوء على المكان. أنا بقول لك الكلام ده عشان تستمتع بالوضوء. تعرف إن الوضوء شعيرة جميلة وشعيرة ضرورية لتطهيرك من الذنوب والخطايا، فتسبغ الوضوء كويس وتستمتع بغسل كل عضو وتتأنى عند غسلك. إن عارف من وراء غسل كل عضو الغسل الظاهر مما يكون من الأقدار أو الأتربة، والغسل المعنوي مما يكون من الذنوب والخطأ. ده باب واحد فقط، باب الوضوء. خد بقى باب الصلوات الخمس واسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا أو قال خمس مرات، هل يبقى من دورته شيء؟ ثم قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، نعم، يمحو الله بهن الخطايا، أو قال: يكفر الله بهن الخطايا. الصلوات الخمس غسيل شامل للمرض، عشان ما تاخد بالك وانت بتصلي، عشان ما تحرمش نفسك من هذا الأثر. لأن الصلاة التي تمحو الخطيئات وتكفر السيئات
الصلاة التي جئت بها على وجهها بقلب حاضر بخشوعها وخضوعها لله عز وجل، اجتمع قلبك فيها على الله جل جلاله. إذا وقف العبد يصلي لله تعالى يقول الله لملائكته ارفعوا الحجب، فترفع الحجب بينك وبين الله عز وجل. فإذا التفت في صلاتك، التفت بعينين يمنة أو يسار، أو التفت بقلبك بالخواطر وبالخطرات وبالمشاغل والحواجز التي تهجم عليك أثناء الصلاة، يقول الله لملائكته أرفع الحجب، فتحجب عن القرب. وإن الرجل لا يقف في الصلاة لا يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها، كما أخبر من ذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم. فكان علينا أبواب من الخير جميلة جدا، بس علينا بنجدد شعورنا بهذه المعاني الجميلة الربانية. أولا لكي تحافظ على هذه الشعائر فتؤديها على وجهها، ثم لكي تؤديها على وجهها، ثم لكي تستمتع بها. شعورك أنك داخل على عملية تطهير شاملة، شعورك أنك ستخرج من المسجد وقد خرجت منه كيوم ولدتك أمك، شعور جميل يخليك تستعفد الطاعة، تستعفد العبادة. تعرف معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة؟ تعرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلاد؟ على قلب الشخص من الهموم والأوجاع والآلام ما يكون على قلبه. فإذا صلى لربه جل وعلا، إذا وقف خاشعا بين يديه، فقد ألقى أثقال الدنيا وهمومها وأوجاعها وأحزانها وآلامها جميعا. فيعني من رحمة الله جل وعلا أن فتح لنا هذه الأبواب الجميلة. وكان أحد السلف يقول الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله إلى 70، ويضاعف الله ما شاء لمن شاء 70 و 700 إلى أضعاف كثيرة. والسيئة بواحدة أو يغفر ويعفو. فالويل لمن تغلب آحاده عشراته. عايزك تتدبر الكلمة كده، الويل لمن تغلب آحاده عشراته. ويوم القيامة توجد موازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. سيئات في كفة والحسنات في كفة. سيئات في كفة، السيئة تكتب سيئة واحدة فقط، لا تضاعف إلا إذا كان هدف الحرام. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي المقابل حسنة ضعف. فالسيئة واحدة أو يغفر. ومن رحمة الله عز وجل إذا ألم الإنسان بسيئة أو بخطيئة، لملك الحسنات ولاية على ملك السيئات وسلطة، يستمهله فلا يدعه يكتبها في سجله، يديه فرصة يمكن يتوب، لعله يستعتب، لعله يستغفر. فإن استغفر واستعتب فلا تكتب ابتداء في سجله السيئات، وإن كتبت فهي واحدة، وإن تركتها لله جل وعلا فهي حسنة. إن هممت بسيئة ورتبت نفسك في لحظة ارتكاب المعصية ذكرت الله جل جلاله فتركتها من مخافة الله، تكتب لك حسنة. وفي المقابل في الحسنات 10 إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. وإن الله يربي الصدقة لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة. اللي عنده خيط صغير كيف يربيه
ويكون به حفية. إن الله جل وعلا يربي الصدقة لأصحابه كما يربي أحدنا فلوة. فكانت هذه فقط مقدمة، أرجو أن تكون قد هيئت نفوسنا وهيئت صدورنا وهيئت قلوبنا لاستكمال محاضرة الأسبوع الماضي إن شاء الله. كان الحديث حول حقوق الأطفال في الشريعة، إنما أطفالنا أكبادنا تمشي على الأرض، إذا هبت الريح على بعضهم لم تنل عيني من الغمض. أولادنا أكبادنا، تلك حقيقة يستشعرها الآباء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. يقولون أن صخرا الشاعر المشهور لما كبر وتقدم به العمر فزوجته ملت عيادته، قال ليه نايم طول النهار 24 ساعة زهقت، يعني تضجرت من عيادته، واللي بقيت بجواره تطببه أمه، فما ملت لحظة ولا اشتكت غمضة عين. نعم، فقال بيتين لا تزال الذاكرة العربية تحفظهما. نعم، أرى أم صخر لا تمل عيادتي وملت سليمى مضجعي ومكاني. ألا ذل من ساوى بأم حليلة ولا عاش إلا في شقا وهرم. أرى أم صخر لا تمل عيادتي وملت سليمى زوجتي وملت سليمى مضجعي ومكاني. ألا ذل من ساوى بأم حليلة ولا عاش إلا في شقا وهوان. أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. واحد جاني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث، يعني في إسناده مقال لكن يحمل حكمة جميلة نذكره على سبيل يعني اعتبار. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي يجتاح مالي وأنا مش بخلي الفلوس، كل ما كبر الشيء إن أبي يجتاح مالي، فقال أتني بأبيك. فأرسل في طلب أبيه، فأوحى الله إليه من خلال جبريل: إذا جاءك الشيخ فسأله عن شيء قاله بينه وبين نفسه لم يحدث به أحد. جاء الشيخ وجلس ابنه بجواره بين يدي رسول الله، فقاله: إن ابنك هذا يشكوك أنك تجتاح مالك، مش مخلوش. فقال رسول الله: لقد كان فقيرا وأنا غني، لقد كان ضعيفا وأنا قوي، فحملته في سنين عمره عندما كان فقيرا ضعيفا ومشتهيت بحصا. الآن عندما أصبحت أنا الضعيف وهو القوي، أصبحت أنا الفقير وهو الغني، سأله يا رسول الله ما أخذت منه، يعني هل بذرت، هل أنفقت منه إلا على أمي وأخواتي؟ أنا ما أسرفت في مالي ولا بذرت فيه، أنا أخذت منه هذا المال وأنفقته على أمي وعلى أخواتي. كنت أفعل هذا من خالص مالي عندما كنت شابا صغيرا، عندما كانت لي قدرة على الكسب. الآن الصحة ذهبت والمال ذهب وجاء الضعف والشيبة،
من بعد القوة والشباب فسله هل أنفق شيئا من المال الذي أخذته منه إلا على أمه وعلى أخواته؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعك من هذا واذكر لي شيئا قلته بينك وبين نفسك ما حدثت به أحد المجلس. فالرجل زهد فقال والله يا رسول الله لا يزال الله يزيننا فيك بصيرة، كل يوم يأتينا دليل جديد على عصمتك وعلى نبوتك وعلى رسالتك. فعلا أنا هذا الكلام الذي قلته والله ما أخبرت به أحد من الناس، لأن رتبت في ذهني وأنا جاهل. فقال قل ماذا قلت؟ فذكر له أبيات جميلة من الشعر كان قد قالها في ولده وفي شكايته. نعم، فقال غذبتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أبني إليك وتنهل. إذا ليلة مسلك بالشكو لم أبك لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به مني وعيني تهمل. تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل. نعم، حتى إذا ما بلغت الغاية التي لديها ما كنت فيك أؤمن وجدت جزائي منك جبها وغلظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. إذا جحدت أبوتي يا ولدي أو خلي حتى معايا زي الجار مع جاره، احنا جيران على الأقل. إن ما كانش فينا ابن علاقة أبوة، ابن علاقة جيرة. فليتك إن لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال للشاب انهر وقم، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. طبعا المقصود بهذا التعبير ليس تمليك الوالد أموال الولد بالكلية، لا، أن للوالد الحق عند الحاجة في أن يأخذ من أموال ولده ولو بغير إذنه أو بغير علمه ما تندفن به حاجته كما يأخذ من ماله. لكن من لطائف الفقه لا يصنع أن تأخذ مالا من أحد أولادك وتقدم نحلة يعني حياة كده على سبيل التوسعة لولد آخر، هذا يورق صدر ابن اللي أنت بتأخذ منه ما لم تكن هناك حاجة حقيقية، إن مجرد تعمل أبريد يعني لولد آخر هذا يعمل شيء من الإيه من إحنا في الصدر، فلا ينبغي الوالد أن يفعل. فهؤلاء هم الآباء أحبتي في الله، وتلك هي عواطفهم ومشاعرهم تجاه أولادهم. فتعالوا بنا نشوف إلى الحقوق التي تجب على الآباء في مقابل هذا التكريم الكبير الذي بذلته الشريعة للوالدين وقرنت شكرهما بشكر الله عز وجل. تعرف معنى أن يشكر لي والوالدين عندما يجتمعان معا، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. نعم، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا بعد الأمر بعبادته مباشرة. وهذا التكليف لا يسقط حتى ولو كان الوالدان مشركين، مش فقط، بل لو كانا يجاهدانك على الشرك ويحاولان إغواءك لا تستجب لهذه الغواية، لا ترضخ لهذه المحاولات، لكن يظل واجب المصاحبة بالمعروف وصاحبكما في الدنيا معروفا.
وصاحبهما في الدنيا معروفة. ففي مقابل هذه الحقوق الكريمة والكبيرة، تعالوا أيضا نرى ما هي الواجبات المنوطة بعاتق الآباء تجاه أولادهم. وقفنا في الأسبوع الماضي عند للطفل الحق في تربيته تربية قويمة ومتوازنة، ومن أولويات هذه التربية تعليمه قواعد الإيمان وتنشئته على عبادة الله وطاعته وتأديبه بآداب الدين ومكارم الأخلاق وتعويده على اجتناب المحرمات وسائر السلوكيات والعادات السيئة والضارة والبعد عن قرناء السوء، وتوجيهه إلى الرياضة المفيدة والقراءة النافعة. وقبل هذا كله أن يكون الوالدان أو المسؤولون عن رعايته قدوة عملية صالحة له في كل ذلك. وكما قلنا في الأسبوع الماضي، الإنسان ليس قبضة من التراب فقط، هو قبضة من التراب ونفخة من الروح. إن للجسد حاجاته وإن للروح حاجاته، للجسد أشواقه وللروح أشواقها، وليس للخبز وحده يحيا الإنسان. سأنت في حاجة إلى الخبز يعني لكي تستدام حياته المادية، وفي حاجة إلى العبادات والآداب والفضائل لتزكية نفسه وتطهير روحه وربطه بالله جل وعلا وتأمين معاده يوم القيامة. كما تحرص على تأمين المعاش، تحرص على تأمين كما تحرص على حماية الدنيا، احرص على حماية الآخرة. الدنيا وأيامها مهما طالت بالنسبة للآخرة كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، وهي والله كذلك. اسأل الذين عاشوا في هذا البلد 30 سنة أو 40 سنة وقل لهم كيف ترى أيامك الخوالي؟ كأنها خيال. فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. نعم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. فليهتم بالساعة ويسيب مليارات السنين لا أحد أحمد وكلمة لأحد الفلاسفة الغربيين كانوا يقولون لا أحمق من يترك تعليمه بيد تعليم أولاده بيد أعدائه. هذه ليست ستيتمنت إسلامية، هذه كلمة من الثقافة الغربية. يقولون ليس هناك أحمق من الذي يجعل تعليم أولاده وتربيتهم بيد أعدائه وخصائصه. إن لنا خصوصية حضارية وخصوصية دينية وخصوصية ثقافية وخصوصية في باب الآداب وفي باب الفضائل لا يحسن تقديمها إلا المسلمون. وبالتالي نحن في حاجة إلى هذه المحاضن التربوية والمحاضن الإيمانية التي تهيئ لأولادنا بنين وبنات المناخ الصحي السليم من أجل تنشئة صحية سليمة. فالتربية القويمة، أنا يعني ملاحظ هنا معنى جميل في هذا المجتمع، التربية القانونية. الناس هنا تعرف حاجة اسمها legal وilegal. خليك مرة سايق سيارة واقطع ستوب ساين، يعني ما تعرفش عني، تلاقي الولد يقول بابا illegal. هو اتربى هنا فيه legal وفيه، وده كلام جميل وحلو، ويريد مجتمعاتنا تقتبس هذا المعنى الجميل وتجعل القوانين النافعة والصالحة تجعل لها حرمة ك
كانت الدنيا اتنظمت عندنا بصوره افضل واحسن. لكن لا يكتمل هذا المعنى، بل لابد ان يسبق تعظيم التحريم والتحليل الشرعي، ان الولد يعرف ان ده حرام، ان هذا لا يحل لك ولا يحل لك. فقيمه الحلال والحرام وقيمه المعروف والمنكر ينبغي ان تكون قيمه عظيمه في مشاعرنا، في عواطفنا، في عقولنا، في قلوبنا، في سلوكنا. كيف يتأدى هذا؟ لا يتأدى هذا إلا من خلال التعهد المستمر والمعايشة المستمرة، وأن يلتحم البيت والمدرسة الاثنين مع بعض بيكملوا بعض، البيت والأسرة. لا يصلح أبدا أحبابي المغتربين أن الأب والأم يعملوا والأولاد ما بين البيبي ستر وما بين الحضانات وما بين كذا وكذا. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلى أو أبا مجبور. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلى أو أبا مجبور. إحنا في جاليتنا فواجع كبيرة. الأولاد ظاهرة الاغتراب عن آبائهم، العقوق لآبائهم، جحود الحقوق الشرعية التي كفلتها الشريعة وكفلتها الفطر السوية، ظاهرة خطيرة مروعة. لكن اسأل عن السبب، تعرف على الجذور. وحالات الطلاق اللي بتحصل مش في أوائل العمر، مش في أوائل الطريق. دايما بيقولوا السنة الأولى سنة كريتيكال، إذا عرفوا يعدوا السنة الأولى الزوج لسه بيحاولوا ماتشنج مع بعض، في قدر من من الصعوبة في توفيق الدروس مع بعضيها. المفروض إن إحنا إذا تجاوزنا خطورة السنة الأولى والثانية انتهت الخطورة إلى الأبد، وعقد المراد به استدامة العشرة. نحن نرى بيوت تتخرب وتتهدم بعد ربع قرن من العشرة، بعد 30 سنة من العشرة. البيت يتهد، ده أصبحوا أجداد، أولادهم تزوجوا وأصبح عندهم أحفاد ويضربون أسوأ مثلا. وطبعا لكل مشكلة خصوصيتها، ولكل مشكلة ملابساتها. ومن المسؤول؟ كلنا مسؤولون، الكوميونتي مسؤولة، المسجد مسؤول، المؤسسات والمراكز الاجتماعية مسؤولة. إن حقيقة هذه الظاهرة، الطلاق موجود في جميع الملل، لكن بهذا القدر، بهذه المشاعة، بهذه الكثافة، هذه خصوصية للمغتربين خارج بلد المسلمين. وكل يوم يقع سمعك أنباء حوادث مروعة ومواقف مفجعة وناس كنت لا تظن أبدا أنه يكون مشكلة قط. الرغد المادي، الرخاء، الدخل المرتفع، الفاسيلتيز، الامكانيات، كل ده موجود. وفجاه ينهار كل شيء ويتحطم كل شيء. والله انا وانا بسمع الكلام ده كنت بتذكر الايه اللي قريت الشيخ سيد الله يجزيه الخير الذي قرأ علينا في سوره المغرب، في صلاه المغرب: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا فتحت أبواب رحمة الله عز وجل فلا يستطيع أن يمسكها أحد. وأبواب رحمة الله يمكن أن تفتح مع قلة في المال، ومع نقص من الأموال والأنفس والثمرات، ومع البيت الصغير جدا، ومع الدخل الصغير جدا. نعم، رحم الفلاة مع الأعداء ضيقة،
وشبر أرض مع الأحباب ميدان. البيوت اللي بيوسعها اللي عايشين فيها أن صدورهم متسعة. نعم لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. وعكس كده يعني قد يولد البيت الواسع الذي تركب فيه الخيول. وكلمة ركب الخيول دي ليست تعبيرا مجازيا. أنا أعرف بيوت هنا تركب فيها الخيول حقيقة ودخول كالخيال وإمكانات ألف ليلة وليلة. وفي النهاية الشقاء العذابات الداخلية التوتر الاحتقان الاكتئاب العلل النفسية الأزمات الاجتماعية كل ده. وين السبب؟ فلوس والله موجودة. البزنس ناجح جدا. الجاه والمكانة عالية جدا. إيه ناقص؟ كيف لم يصنع كل هذا السعادة؟ كيف لم يصنع كل هذا الاستقرار والسكينة في هذه البيوت؟ وكيف تجدها في كوخ صغير؟ وكيف تجدها في أسرة تعيش في مثلا غرفتين؟ ويكلم الشهر بالكاد ويعيش يومك يومك. وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. إذا السعادة ليست في الرياش ولا في الأساس ولا في البيوت الواسعة ولا في الأرصدة المتضخمة ولا في البزنس الناجح ولا في المناصب الرفيعة ولا في الوجاهة الاجتماعية. هي معنى وراء ذلك كله. ولا في الأولاد البنين والبنات. في واحد يحس الأولاد محرقة حواليه. وأنا هذا الكلام يعني رأيته بعيني رأسي وسمعته بأذني مباشرة. يعذب بأولاده، يعذب بأمواله، يعذب بثرواته، يعذب بجاهه. ما أعجب هذا. وما يمسك فلا مرسى له من بعده. إذا أمسك الله رحمته ثم فتحت كل أبواب الوفرة وكل أبواب الرخاء وكل أبواب النعيم فلا تغني من الله من شيء. فتتحول بنفسها إلى مناغصات وإلى أسباب للنكر وإلى أسباب للشقاء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسى له من بعده وهو العزيز الحكيم. لازم ننتبه لهذه الأشياء مبكر. لأن إذا أفقت متأخر أحيانا تبقى توليد. لكن معلش المؤمن ما فيش توليد بالنسبة له أبدا. تقبل توبة العبد ما لم يغرها. نعم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعد ذلك وأصلح فإنه غفور رحيم. فما فيش توليد بالنسبة للمؤمن أبدا. أبواب ربك مفتوحة ورحمته وسعت كل شيء. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لكن أحيانا تبقى فيه تبعات. تقصير اللي فات بتشيل تبعاته ويترك بعض العهات التي يعينك الله على احتمالها ويلهمك الصبر على تحمل مشاقها. والعبرة مش في حجم البلاء لكن فيما ينزله الله من السكينة مع هذا البلاء. حالا ينزل ولاء ضخم جدا جدا. كما ينزل معه قدر من السكينة. احنا اللي شايفين من بره نبقى اكثر تأثرا من الشخص اللي في محرقة البلاء نفسه. لأن الله أفرغ على قلبه سكينة عندما نزل البلاء. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. عندما يعلم أن هذه المصيبة من الله عز وجل يعني فيرضى بها ويعلم
أن اختيار الله له أولى من اختياره لنفسه، ويعلم أن الله قد حجب عنه بهذا البلاء ما لا يحصى من الشر، أو أن الله ادخر له بهذا البلاء ما لا يحصى من الخير يوم القيامة. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فمرة ثانية، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. الإنسان ليست قبضته، الإنسان ليس مجرد أيام يعيشها في الدنيا. أنت حريص على دنيا أولادك جدا، ولذا أنت شحيح بالدنانير والدراهم تدخرها جميعا لأولادك، لكن لست حريصا بنفس القلب ولا بنصفه ولا بعشره على آخرته. تتألم وتضيق عليك الأرض بما رحبت. قلت لك ان الولد رسب في ماده ملفش فيها جاب فيها اف ولا حاجه، وتحس ان الدنيا حمرا في وشك مش شايف. تعرف ان الولد ما بيصليش ما فرقش معاك، الولد معاه رفق السوق مش فارقه معاك، ما هي كل الشباب كلهم كده. وتاتي التخريجات والتسويفات والخداعات الشيطانية. ينبغي أن تكون أن يكون حسك بمصيبته في دينه أضعاف أضعاف حسك بمصيبته في دنياه. إذا لم تشعر بهذا، إذا عندك أنت مشكلة، تحتاج أنت أولا إلى دروس علاج حتى توضع الأمور في نصابها، حتى ترى الأمور على هيئتها وعلى حقيقتها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو الحزيز وهو العزيز الحكيم. لا أقر لعيون الآباء من رؤية أولادهم صالحين. والله ما تقر عين الوالد إلا إذا رأى ابنه في الصف الأول لوحده من غير ما يزقه، لوحده كده يعني حريص على الصلاة وحريص على حلق العين. وعلى فكره انت اول من سيجني بركه هذا التدين، لان التدين ده سيعظم في قلبه حقوق الوالدين، سوف تجني ثمار هذا عاجلا برا جميلا يقدمه لك ولدك. لن يغرس في قلبه معنى البر، ولن يعظم في قلبه حقوق الوالدين، ولن يعظم في قلبه حقوق الوالدين إلا إيمانه بالله عز وجل وما وقر في قلبه من التقوى. فأول من سيجني البركة العاجلة بالثمار العاجلة في هذه الدنيا أنت أيها الموفق. فانتبه لهذا المعنى، لا تضيعه بارك الله فيك. كان هناك آباء يشكون من عقوق أولادهم ومن جحودهم لحقوقهم ومن جبهتهم وغلظتهم وشدتهم وقسوتهم، وفجأة فتح الله على أولادهم بابا من أبواب رحمته، ثم هدى قلوبهم، ثم يعني ثم رده إليه ردا جميلا، فاستحال الحال من النقيض إلى النقيض. وأخذ الآباء يشعرون أن بابا من أبواب الرحمة قد فتح لهم من عند الله عز وجل، وأنهم لو أنفقوا ما في الأرض جميعا من أجل أن يتألفوا قلوب أولادهم ما استطاعوا. يعني تماما كما قال ربي جل وعلا، وكما قال ربي جل وعلا وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامها وإن شاء نسخها. نأخذ الفقرة الثانية قبل الصلاة إن شاء الله، للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال الإيذاء أو الضرر أو التعنت
أو الإهمال، ومن إساءة معاملته بدنيا أو عقليا أو نفسيا. مسألة للشايلد أبيوز مش ثقافة ضربية، دي حقيقة إسلامية للطفل على والديه، الحق في حمايته من كافة أشكال الإيذاء أو الضرر أو التعنت أو الإدمان، ومن إساءة معاملته بدنياً أو عقلياً أو نفسياً. تذكر الأسبوع الماضي قلنا في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة وابنته زينب وغيرها، عندما تتأمل في المشاهد النبوية في هذه المعاملات بتجد بلقى من الخصال الكريمة والجميلة، إسباغ العواطف، إظهار المحبة، حق من حقوق الأولاد أن يشعروا أنك تحبهم. وما يكفيش تقول طب ما أنا طفح الدم طول النهار عشانهم، ما أنا بشتغل من الصبح من قبل الفجر لحد الساعة 10 بالليل، وزي المكنة شغال على طول عشانهم، وأنا واخد غير اللقمة وحاطط جنبي غير الليل، وكله ليهم. لا ده مش كافي. هو ده جميل جزاك الله خيرا، ولسه في برضه بعض المناقشات، لكن لابد ان يترجم هذا كما ترجم الى افعال، ان يترجم الى اقوال. ولا تكن شحيحا بالعاطفه، ولا تكن شحيحا بكلمات الحب الرقيقه التي تحيي مواطن النفوس. ان لم تملا هذه الفراغات بعواطفك التي تسبغها عليهم، سوف تملأها العلل والآفات النفسية والأزمات الاجتماعية. النبي صلى الله عليه وسلم لما يحتضن الحسن يحتضن حفيده ويقول اللهم إني أحبه، اللهم أحبه، اللهم أحب من يحبه. فيقول أبو هريرة فوالله ما كان أحد أحب إلي من الحسن بعد أن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قال ما قال. تأتيه ابنته فاطمة تزوره، يقوم لها وينحني عليها يقبلها ويقلي لها مجلسه ليجلسها فيه. إظهار المحبة، إظهار الاحترام والتقدير. لا تقزم ولدك، لا تهمش، لا تنتقده كثيرا أمام الناس، لا يعني لا تدمر شخصيته بهذا النقد المتواصل، خاصة إذا كان على الملأ وإذا كان أمام زملائك وأصحابك وكذا وكذا، هذه روح مدمرة. بالعكس امدحه، خليه يشعر بثقة في نفسه. والطفل يتصرف في ضوء تصور الناس عنه، شعوره أن الناس يتصوروا عنه أنه بار وأنه متدين وأنه مجتهد وأنه مطيع، يجعله يحرص على اكتساب هذه الصفة ويحرص على استمرارها واستدامتها. وإذا حدث العكس، دائما نقد ودائما يعني انتقادات مستمرة لا تنتهي، يقول ما أنا كده مش نافع وكده مش نافع، فيديله الشيء من الإحباط ليخليه يستدين السلوك السلبي السيء. فإظهار الاحترام، إظهار المحبة، إظهار الاهتمام، أن تخصه بحديث، أن تخصه بما تبثه إليه من بعض هموم الأسرة، بعض همومك الشخصية، يتناقش معاه في إنه كبير بعض المسائل العائلية والمسائل الحياتية المتعلقة بالبيت بصفة عامة أو به وبمستقبله بصفة خاصة. هذه وصايا نلمحها ونلمسها من قراءتنا للمشاهد النبوية وطريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في معاملته لابنته فاطمة وأحفاده وابنته زينب وأحفاده منها صلوات الله وسلامه. جاء وقت الأذان. الله
فإنه يعاقب عقوبات تعزيرية بتتفاوت
الشريعة تفعل هذا مع الكبار ومع الصغار. الصغار مثال علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الولد إذا بلغ 10 سنوات وكان لا يبالي بالصلاة فإنه يدعى وتحبب إليه هذه الشعيرة، فإن هو أبى وركب عناده يقوم ويعني يؤدب على ذلك طبعا يعني بالرفق بما لا يسيل دما ولا يكسر عظما ولا يترك أثرا ولا يكون بسواك ونحوه. المقصود فقط حمله على طاعة الله عز وجل. نعم، وما يتطلبه ذلك من جزاءات مقبولة تربويا، حرما من المصروف في يوم، حرما من خروج بنتك، حرما من كذا، يعني الجزاءات المقبولة تربويا التي يعني تعرف التربويون على أنها ذات أثر جاد وفعال في تقويم الخطأ من ناحية، وأنها لا تخل بالكرامة الإنسانية من ناحية أخرى. نعم، تجمع بحكمة وتوازن بين وسائل الإقناع والحفز ووسائل العقاب والزجر. الشريعة فيها وعد وفيها وعيد، فيها ترغيب وفيها ترهيب، والمؤمنون يعملون الصالحات خوفا وطمعا، خوفا من عقاب الله وطمعا في ثوابه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي رغبا فيما عند الله من الخير ورهبا مما عند الله من العقوبة. نعم، بضوابطه الشرعية والقانونية والنفسية العقوبة منضبطة والرعاية مستمرة والتعهد قائم والمحافظة على شمولية التربية وشمولية التأهيل، لا يهتم بجانب ويترك جانبا آخر. تلك هي الوصية التي حملها لنا أو حملتها لنا وثيقة حقوق الأطفال للشريعة. وحتى نلتقي في درس آخر، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ.